ليلة وليلة وليلة وليلة، أسلوب هي مبدوء بلا، وهو طلب الامتناع عن عمل شيء فيطاع، وهو طلب الامتناع عن عمل شيء فيطاع. لا تقطو في الأزهار، لا تقتربي من النار، لا تفرط في الصلاة، لا تبخلن بالزكاة، لا تحرم الفقراء المال. ليلة وليلة وليلة وليلة، أسلوب النهي مبدوء بلا، وهو طلب الامتناع عن عمل شيء فيطاع. لا تقطو في الأزهار، لا تقتربي من النار، لا تفرط في الصلاة، لا تبخلن بالزكاة، لا تحرم الفقراء المال. وما عكس أسلوب النهي، أسلوب الأمر يا أخي، وما عكس أسلوب النهي، أسلوب الأمر يا أخي. وبما يبدأ أسلوب الأمر، يبدأ دوما بفعل الأمر. اقطف هيا ثمار التمر، اقطف هيا ثمار التمر. أكرمي والديك يا أسماء، انظر معي إلى السماء. حافظنا على الماء، التزموا واجب الإخاء. ليلة وليلة وليلة وليلة، أسلوب النهي مبدوء بلا، وهو طلب الامتناع عن عمل شيء فيطاع، وهو طلب الامتناع عن عمل شيء فيطاع. لا تقطو في الأزهار، لا تقتربي من النار، لا تفرط في الصلاة، لا تبخلن بالزكاة، لا تحرم الفقراء المال. ليلة وليلة وليلة وليلة، أسلوب النهي مبدوء بلا، وهو طلب الامتناع عن عمل شيء فيطاع. لا تقطو في الأزهار، لا تقتربي من النار، لا تفرط في الصلاة، لا تبخلن بالزكاة، لا تحرم الفقراء المال. وما عكس أسلوب النهي، أسلوب الأمر يا أخي، وما عكس أسلوب النهي، أسلوب الأمر يا أخي. وبما يبدأ أسلوب الأمر، يبدأ دوما بفعل الأمر. اقطف هيا ثمار التمر، اقطف هيا ثمار التمر. أكرمي والديك يا أسماء، انظر معي إلى السماء. حافظنا على الماء، التزموا واجب الإخاء. ليلة وليلة وليلة وليلة، أسلوب النهي مبدوء بلا، وهو طلب الامتناع عن عمل شيء فيطاع، وهو طلب الامتناع عن عمل شيء فيطاع. لا تقطو في الأزهار، لا تقتربي من النار، لا تفرط في الصلاة، لا تبخلن بالزكاة، لا تحرم الفقراء المال. ليلة وليلة وليلة وليلة، أسلوب النهي مبدوء بلا، وهو طلب الامتناع عن عمل شيء فيطاع. لا تقطو في الأزهار، لا تقتربي من النار، لا تفرط في الصلاة، لا تبخلن بالزكاة، لا تحرم الفقراء المال. وما عكس أسلوب النهي، أسلوب الأمر يا أخي، وما عكس أسلوب النهي، أسلوب الأمر يا أخي. وبما يبدأ أسلوب الأمر، يبدأ دوما بفعل الأمر. اقطف هيا ثمار التمر، اقطف هيا ثمار التمر. أكرمي والديك يا أسماء، انظر معي إلى السماء. حافظنا على الماء، التزموا واجب الإخاء.